وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل عن مقولة قوس قزح، هل يكره أن يقال قوس قزح؟ أولا، قوس قزح هو ذلك القوس المعروف الذي يظهر عند نزول الغيث والشمس تكون مشرقة، فيظهر في أفق السماء وتكون فيه ألوان الطيف، وهذا من الناحية الفيزيائية لأنه يحدث انكسار وتحلل لضوء الشمس خلال قطرات المطر التي تعمل عمل العدسة، وألوان الطيف جمعت في كلمة حرس خزين، فالحرف الأول من كل كلمة هنا هو الحرف الثاني من اللون، فالحاء أحمر والراء برتقالي والصاد أصفر والخاء أخضر والزاي أزرق والياء اللون النيلي والنون اللون البني، فهذه الألوان السبعة التي تتكون منها ما يعرف بألوان الطيف. كره بعض العلماء أن يسمى قوس قزح، وذكروا في ذلك حديث: لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض. ولكن هذا الحديث موضوع، وذكره الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات، ذكر فيه الحديث الموضوع، وأيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني. وورد أن كانت هناك أسئلة من هرقل أجاب عنها ابن عباس، وفيها لما سأل عن هذا القوس ما هو قال: أمان لأهل الأرض، وهذا ضعفه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. وأيضا ورد في ذلك أنه لا تقول قوس قزح إلى غير ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ذكره صاحب فيض القدير. ونهى جمع من العلماء عن هذه التسمية، وذكره الإمام النووي في الأذكار، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم في الزاد، وذكره المناوي في فيض القدير، وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث إلى غير ذلك. فقزح القاف المضمومة والزاي المعجمة المفتوحة، فنقول قوس قزح. القزح بالفتح هو الارتفاع، وهو يجمع، وهو قيل هو جمع قزحة، يعني قزح جمع قزحة، وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس. لماذا سمي قوس؟ لأنه يكون في أفق السماء على هيئة قوس متراكبة فيه هذه الألوان. وقيل هو اسم الملك الموكل بالسحاب، وقيل اسم شيطان، وقيل اسم لإله الرعد والخصب والخصوبة يعني والخصب والمطر عند أهل الكفر، وقيل اسم ملك من ملوك العجم، ذكره صاحب لسان العرب ابن منظور، وذكره صاحب القاموس المحيط، وذكره صاحب النهاية في غريب الحديث ابن الأثير. ولكن لم يثبت في النهي عن هذه التسمية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن قزح شيطان لابد أن نحتاج إلى دليل، وإذا قلنا إن قزح اسم ملك موكل بالسحاب نحتاج إلى دليل، إلى غير ذلك. ولذلك العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة لما تكلم عن هذه المرويات وغيرها قال: يظهر أنها من الإسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب. طيب، ما هو موقف المؤمن منها؟ كما يقول الشيخ الألباني: عدم التصديق ولا التكذيب،
إلا إذا خالفت شرعا أو عقلا. وعلى هذا فمن قال إن قوس قزح يقصد به تلك المعاني الفاسدة التي قيلت في معناه، إن هو إلى هذا هو التفصيل في الإجابة يا إخوان، اللي بيذكر قوس قزح ويذكر إن هو الإله الموكل بس لأن هو إله الرعد والخصب عند غير أو ما ملك من ملوك أو اسم ملك مالك من ملوك العجم، فكان هو عندها المعنى الفاسد أكيد يحرم تبعا ما يحرم استقلالا. فنقول في الحالة هذه إن هو ينهى عن هذه التسمية. أما من أطلقها ولم يقصد شيئا من ذلك، لكن مجرد تسمية معروفة عند الناس إن بعض اللي يخرج الألوان تخرج من بعض المطر هذا اسمه قوس قزح، فلا حرج، لكن الأولى تركها، ولكن الأولى تركها احتياطا وتحرزا وسدا للذريعة. وكذا قاله الشيخ الفوزان وفقه الله في شرحه لما قال أنه يترك هذه التسمية وتكره كراهة تنزيه ليس تحريما، لأنه لم يرد فيها حديث صحيح. ومن الكلام الجميل سبحان الله، انظروا أدب أهل العلم، سئل الشيخ البراك ما حكم قول قوس قزح حيث ذكر ابن تيمية مجموع الفتاوى أنه قوس الرحمن، قال الشيخ لعلنا نراجع كلام الشيخ إن شاء الله. شوفوا الأدب، وهذا على موقع الشيخ بتاريخ 20 ذي الحجة 1440. فانظروا للأدب للعلماء، وكثيرا ما يقول مشايخنا سلفا وخلفا الله أعلم نراجع المسألة إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فانظر إلى هذا الأدب. ثم بعد ذلك قام أحد الطلاب وأتى بإجابة وفتوى من موقع الإسلام، سؤال وجواب. فهنا قال الشيخ بعدما استمع للفتوى، قال الله المستعان عن الأولى ترك التعبير، ولكنه من عبر وهو لا يريد معنى فاسدا فلا حرج عليه، إنما قاصد التسمية، هذا الشيء يسمى كذا وهذا الشيء يسمى كذا، كان يقول هو هذا هو المسمى قوس قزح. انظر إلى أدب العلماء، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص أيها الكرام الفضلاء، وأن يبعدنا عن الرياء وعن السمعة. وأيضا مما ورد في ذلك هذا ما تيسر إراده وتهي أعداده عن الله على ذكره. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، واحفظ ولادتي وارزقني برها ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رحانا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احب إلينا الإيمان وزنا في قلوبنا بغيض لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. تمت حلو صوتين في ظهيرة يوم الجمعة لخمس بقين من شهر صافر عام 43 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على العدنان عليه الصلاة والسلام، وبسورة الكهف، وبتحري ساعة الإجابة أيها الفضلاء الكرام في هذا اليوم الأغر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تم الكلام وربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على رسول محمد صلى الله عليه وسلم لا حق ولا حول.